السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمالك اكسل ده ممتاز جدا، ان هو يوضح لك اللو دي ليفل اوف ديفلوبمنت، ده هنا مصفوفة سهلة جدا، فهنا بيشرح لي فكرة اللو دي، وهنا دي المصفوفة اللي انا بتكلم عليها. هنا بيقول لي مثلا ان انت عندك ليفل اوف ديفلوبمنت او اللو دي 100 200 300 350 400 500، كل واحدة فيهم بنحط بعض المعلومات، والمرحلة اللي بعديها بعد ما نبعت ونتوافق عليها نبدأ نخش في المرحلة اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها. يعني أنا في الأول في اللي دي 100 ببدأ أحط بعض الحاجات الأساسية، وما بحطش الأحجام، يعني هرسم مثلا كولوم ما بكتبش الأبعاد بتاعته ولا بقول لحد قيس. أنا رسم مربع بحد، أنا بس عايزك تقول لي أنا موافق على الكونسيبت ولا لأ. يعني مثلا مسجد وانا حاطط فيه اعمده، هل انت موافق الاعمده ولا عايزين نلغي الاعمده ونشتغل بنظام ما يكونش فيه اعمده؟ حاطط بعض المكن، مش هقول لك ده تبع اي شركه، مش مطلوب مني غير بس ان انا احط الكونسبت بتاع الفكره نفسها سكيماتيك ديزاين. الاوديتين هبدا احط بقى السايز والشيب واللوكيشن والاورينتيشن، ونحط بعض المعلومات. ايه المعلومات اللي بنحطها؟ ده كله تبع الكود اللي دي فورم، تبدا تشوف ايه المعلومات اللي موجوده في كل اللي دي. ال 300 انت بتعمل لوح ديزاين، فكل العناصر اللي هي الجرافيك تكون موجوده وزي ما موجوده في ال 200، بس بنبدا بقى نضيف عليها بعض المعلومات، تمام؟ وما فيش اي مانع من كل مرحله من المراحل تضيف الانفورميشن او على العنصر حسب ال دي. ال 350 بيعتبر هو وصف بين 300 و 400، ف 400 اصلا عباره عن ان انا بحط حاجات خاصه بالتركيب والفابريكيشن والعزل وبعض المعلومات الاضافيه، فلازم نص الحاجات دي تتحط في 350 وفي بعضها بيبقى محطوط في 400، ده حسب الكود اللي ادفر. ال 500 ده بيبقى هو ده الاسبلت، فتكون خلاص كده كل الشغل خلص، وبتحط نفس المعلومات اللي اتركبت في الموقع، تمام؟ طيب لو جينا هنا بنلاقي كل العناصر الموجودة في المشروع، تقدر تضيف لو انت حاسس ان في حاجة اضافية او تشيل لو في عنصر مثلا مش عندك. هنا مثلا سبستراكشر تحتيه ستاندر فاونديشن تحتيه وول فاونديشن وول، فاحنا بنقول احنا هنسلم الحاجة دي 3D ولا لأ، و2D ولا لأ، وسبستراكشر ولا لأ. ممكن انا هسلمها 2D وسبستراكشر بس، مش هحط العنصر ده 3D، او ممكن احطها سبيسيفيكيشن بس، او ممكن احطها 3D ونحط المعلومات الموجوده فيها، تمام؟ فدي كل مرحله من مراحل التشغيل بنعمل فيها الفكره ديت، تمام؟ بحيث ان احنا لما نيجي نسلم المشروع نشوف هل فعلا اللي اتفقنا عليه سلم ولا لا، وفي اخر المشروع بنتاكد بقى قلنا ان احنا هنسلم الحاجه ديت. يعني انا ممكن اقول مثلا انا الكلادنج مثلا انا مش هعمل 3D، انا حاسس ان هو هياخد شغل كتير جدا مني، فانا بتفق معاك من الاول ان ده مش في السكوب بتاعي، لان انا مثلا المفروض احدد الديزاين ومش هكمل، ف يعني حسب الاتفاق، تمام؟ يعني في حاجات احنا حاجات ستاندرد، بس لو في اتفاق ان احنا مثلا مش هنعمل جزء معين يستثنى من هذا الستاندرد. يعني مثلا المفروض ان انا اعمل السبورتات او الهناجر بتاعه السيلينج، بس انا لقيت انها هتقل الموديل جدا وشغل كتير، ومش حاسس انها تفرق كتير، ومش مطلوب مني في المرحله ديت، او مش فبستاذن كده في قلب البيمكسيشن بلان الجزء ده انا مش هعمله، ما فيهوش اي مشكله خالص. وده بيحصل في كل المشاريع اللي بنشتغل فيها، ان بيتم الاتفاق على بعض العناصر تستثنى من التسليم.